وهتطمن عليها الناس وهتلتقط صور ليها علشان تطمن جمهورها. وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر أصدرت بيان حوالين الشائعات اللي ترددت مؤخراً عن اختفاء الفنانة أمال ماهر. وقال بيان نقابة المهن الموسيقية: تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانة أمال ماهر ومحبيها عدم الانخراط وراء الشائعات اللي انتشرت مؤخراً على كافة وسائل التواصل الاجتماعي. وتواصلت نقابة المهن الموسيقية مع أسرتها وأكدت عدم صحة الشائعات تماماً، وقالوا إن النجمة أمال ماهر بتعيش حياة هادية بين أسرتها. الضغط مستمر على أمال ماهر علشان تظهر في بث مباشر وتطمن جمهورها، فهل يا ترى أمال مش هتخاف وهتظهر فعلا؟ ويا ترى هي فعلا خايفة تظهر علشان الأسباب اللي اتقالت ولا عدم ظهورها وراء أسباب تانية؟ وهل فعلا مفيش أي شيء ضاغط على أمال ماهر وبعدها ده قرار اختياري منها هي؟ سواء كده أو كده بنتمنى إن أمال ماهر تكون كويسة وتطلع تطمن جمهورها كله. أما الإجابة على الأسئلة دي فأكيد هنعرفها خلال الأيام اللي جاية.